صباح الخير دلال. هاي ستيفاني، كيفك اليوم؟ منيحة وانت؟ امبارح كنا سوا حضرنا كانيلوني، اليوم بدنا نحضر تيراميسو بس على طريقتك على دلال. صح، على فويكي. هي تيراميسو طيبة كتير. حنطلع شوي من العاده، بدنا نشتغل كريم باتيير، بس مثل ما سبق وخبرتك انه الكريم باتيير بدنا نحط لها عود الفاني اللي بنلاقيه بالسوبر ماركت، لانه اكثر سؤال بينسال وين كيف بنلاقي الجوز دو فاني. بيكونوا بساشي، بيكونوا اوقات اثنين او وحده. بقى بدنا نعمل الكريم باتيير العاديه اللي نحن معودين عليها، بس بدنا ننقع قبل الحليب بالجوز دو فاني لمده نص ساعه لتطلع وصفتنا بطعم الفانيليا. ما خلصت هون، من بعد ما تسقع بدنا نضيف لها جبنه الماسكربون، بدنا نمزجهم سوا ونوضعهم بالبراد. بهالوقت بنكون جبنا البودوار او لونغ دوشا او حالة نوع من البسكوي. يعني اليوم فكرت ان انا بين اشتغل بهذا البسكوي ستيفاني او كمان بالدايجست افكت، نطلع شويه من العاده يلي بدنا نلتو بالقهوه بالبن ولا مع المي والرام. قهوة سريعة الذوبين. قهوة سريعة الذوبين مع المي والرام. وهون حبينا نضيف على وصفتنا كمان الفواكه، يعني المانجا، الكيوي، الدراء، المشمش، الجاز. فوي دو سيزون كمان. فوي دو سيزون أو حيلا نوع من الفواكه اللي احنا بنحبها. وبدنا نضيف على وصفتنا الكاكاو والشوكولا. هيدي وصفة فينا نشتغلها قبل، أحسن إنه نشتغلها قبل بثلاث أربع ساعات، بس أنت اليوم ستيفاني حتدوقي إيه؟ لانه امبارح ما دقت الكانيلوني. اليوم حنظبطها لانه ما كانوا خلصوا. لا اليوم ان شاء الله حتسقع وحنقدر ندوقها. وهون كمان بدنا نقول للمشاهدين انه هذه وصفه فينا نقدمها بجاط مثل ما اليوم حنشتغلها، او مثل ما فينا نقدمها بفارينات صغار. هلا اول شيء بالطنجره على نار حطينا الحليب، هون جبنا الجوس دو فاني مثل ما شفتيني قبل انه فتحنا الجوس دو فاني فوالا بهيدي الطريقه، وشلنا منها الفاني يلي حطيناه هون. هيك بدنا نفتحها. اوكي، نشيل الفاني، بدنا نشيل الفاني، بدنا نوضع الجوس والفاني بقلب الحليب. كثير مهم انه ننقعهم لمده نص ساعه، هيك ناخذ قبل ما نبلش يسخنوا. يعني أوكي، بحليب مسقع وضعنا الجوز دو فاني لمده نص ساعه، بعد نص ساعه حمينا النار. هون بدنا نترك الحليب يسخن على نار كثير خفيفه، وبهالوقت ببول بنكون وضعنا عم نحضر ثلاث ارباع كبايه من السكر، وعلى جنب وضعنا ثلاثه من صفار البيض. هلا شو بدنا نعمل ستيفاني؟ بدنا نمزج صفار البيض مع السكر العادي. اوكي، ما هون عم بيشوفوا الحليب على نار ثلاثة صفار، لكن ثلاثة صفار مع ثلاثة ارباع كباية من السكر. يعني اليوم عم نحكي على 150 جرام من السكر العادي. وبدنا نضلنا نحركهم ليتماسكوا. ما هون عم نشوفه، رح نرجع نزيدهم على الحليب. بدنا نضيفهم على الحليب مش المغلي يلي بلش يسخن، كثير مهم انه الحليب ما يغلي. صح، احنا عم نعمل على اليوم على نار كثير خفيفه لما يحترق الحليب. نحن اليوم بنذكر عم نعمل الكريم باتيسير، عم نعمل الكريم باتيسير بس ضفنا عليها نكهة الفانيليا. فوالا، أول ما يبلش يسخن الحليب بدنا نضيف مزيج صفار البيض مع السكر، وعلى طول بدنا نحركهم، وأول ما يبلشوا يغلوا بنكون على جنب دوبنا. بلشوا يسخنوا، فينا نحركهم شوي ستيفاني. بابلز، شفتي كيف صاروا؟ كثير مهم انه نمزجهم سوا ليصيروا بهيدي الطريقة. اوكي، هيدي فينا نشتغلها تارت كمان مع الكريم باتيسير مع كوز دو فاني، تعطي كمان وصفة طيبة كثير. ونوضع الفواكه عليها. اوكي، بلش يسخن الحليب،
بدنا نضيف نضيفه شوي شوي كأنه عم نضيف الزيت، نحن عم نحرك. ميرسي ستيفاني. فوالا. فوالا. حاليا نمزج صفار البيض مع السكر تنأكد انه الصفار بيدوب. عم ينطبخ كمان على النار هيك ما بنخاف نرجع ناكله. صح. لانه الباستوريزي ما بنلاقيه وين ما كان يعني. اوكي نحن بنرجع بنذكر انه اليوم عم نعمل الكريم باتيسير مع عود الفانيليا. ضل نخلطهم؟ بنضل ننطر شوي. ريحة الفاني بتاخذ العقل. ايه هيدي وصفة طيبة كثير. بدنا نحط لها نشا. أكيد بدنا نشدها بالنشا. بالنشا. هون بدنا نذكر إنه النشا مدوب مع المي المسقعة ببال على جناب. إمتى بنحط النشا؟ أول ما تبلش تغلي. تغلي. أول ما تبلش تغلي بنضيف النشا. معلقتين كبار. ملعقتين كبار من النشا مدوبين مع ملعقتين كبار من المي المسقعة. هيدي وصفة فينا نشتغلها قبل بيوم كمان. أكيد هيدي بنحضر الصوص. بنحضر الكريم. الكريم. وهون ما بدنا ننسى ستيفاني إنه وقتها بدنا نوضع الكريم بقلب الجات بدنا نشيل البوس دو فاني. أكيد. ما بدنا نتركهم فيها. ماشي الحال والله. لكن اول ما تغلي اول ما يغلي الحليب يلي مزجنا له البوس دو فاني بالاضافه لصفار البيض والسكر بدنا نضيف معلقتين من النشا المدوبين معلقتين من المي. وهون كثير مهم انه حيلا كريم نشتغلها مش بس الكريم باتيسير ان كان كريم انجليز او حيلا كريم مش نطفي النار ونروح. كثير مهم انه نشيلهم عن النار ونغير الطنجره يعني نوضعهم ببار هيك تنأكد انه الاستواء وقف ما بعده عم بكفي الاستواء. وكثير مهم كمان انه نغطيها بورقه نايلون دغري على الكريمه لما تعمل كوش كمان مثل القشطه. ماشي الحال والغاز يا ستيفاني. ماشي ماشي. حريك عنك. مو صباح. فوالا بنرجع بنذكر انه كثير مهم انه نوضع صفار البيض والسكر قبل ما يغلي الحليب، يعني اول ما يبلش يسخن الحليب بنضيف المقادير تبع الكريم. فينا نعملها بتارت، فينا نشتغلها هي ذاتها بلا فواكه يلي ما بحب الفواكه، في ما يستخدم الفواكه. شو فينا نحط بدل الفواكه؟ فينا نشتغلها مع شوكولا، فينا نشتغلها مع اورانج، مع برتقان كمان، وهون بتطلع كثير طيبة مع برتقان كمان إذا بنشتغلها. هلا للي ما بحب طعمة الكوفي شو فينا نعمل؟ فينا نبدله بشي تاني؟ صح فينا نبدله، يعني أنا اليوم فكرت بين إنه طعمة القهوة أو جيب عصير المانج، لأن اليوم نقينا فواكه مانج يلي بدنا نشتغلها، كثير طيب إنه نلت كمان البسكوي بعصير المانج بدل الكوفي. أوكي. بس اليوم عم نحكي على فريش أورنج جوس مش التيراميسو والقهوة والولاد ما كثير يعني صح. هلا فينا نخفف تقريبا دوسر للكبار مش كمان. هلا فينا نعمل فينا نلف اذا ما بنحط اذا من اورنج جوس اورنج جوس وشوكولا زيت الطريقة بس مع اورنج جوس. أوكي. يعني انا اليوم فكرت بين اورنج جوس او بنزيدهم بس تيغلوا بعد دقيقة. اوكي نحن رح نتابع رح ناخذ سوا وقفة بنرجع لكم. دلال مبارح اديب عزم نشتي على الغداء عنا شغلنا مبارح بعد الهوا
اليوم كمان عزمين بعد عند الساد. شو يا أديب؟ لأنه امبارح بس ناكل غدا ما فينا ما اليوم بده يتحلى أديب، ما هيك؟ يلا لكن تحية لكل الشباب اللي عم يشتغلوا معنا اليوم، بلال إلي أديب نشتي والكل. حطينا الكورنف، حطينا النشا بقلب وصفتنا الكريم، مزجنا نقلناهن على جات ووضعناهن بقلب البراد. هلا استفاني بدنا نقول للمشاهدين انه مش مفروض نضعهم بقلب البراد لانه بعضهم سخنين، بس نحن للوقت السريع مضطرين. بهالوقت جبنا جات مثل ما سبق وحكينا، كمان هون فينا نستبدل البن ب بأورنج جوس أو وبدنا نبلش نصفصف. أوكي. هلا هون في طريقة تانية فينا نشتغلها كمان. منصف البسكوي ونرجع نضيف. منصف البسكوي وبملعقة بنوضع عليهم الصوص. هون وضعنا شوية روم. بالقهوة. لنعطي هيك نكهة طيبة. هيني كتير، هيدي وصفة كتير سهلة سريعة. فينا نطلعون كوش وحدة، ما هيك بدنا كوش وحدة. اوكي، فينا نحط كوش بس فينا نعمل لايرز اذا بدنا. اذا عاملين زلين فينا نعمل كذا كوش. لكينا قهوه سريعه الذوبين، حطينا مي وروم. روم صح، يعني ما بحب يستخدم الروم، في يستخدم حيلا شيء عاملين بالبيت او ما نحط شيء. مثل ما سبق وحكينا انه فينا نشتغلهم اهم شيء طعمة القهوة. صح. هون قد ما بنحب الطعمة القوية قد ما بنتركهم أكثر بالقهوة. صح. بس ما لازم كثير يتعشوا لا كمان لنقدر نشتغل فيهم. نحط بعد وحدة هون. هون لا بدنا نحط غير شيء، بدنا نوقف كم وحدة هيك. اوكي. كديكور نطلع شوي من العادة. اوكي. بلا ما نلطم بلا ما نلطم. اوكي. جريت. هيك بجيب الكريم. اوكي. يعني ما بدنا نحط بسكوي اكثر من هيك، بس يعني كثير بحب طعمه البسكوي مع القهوه فينا نضيف. هلا اول شيء بدنا من بعد ما جبنا الكريم بدنا نضيف لها جبنه الماسكربون. فوالا نمزجهم سوا. بدنا نمزجهم سوا. اوكي. بدنا نحط كوش رفيعة. ريحة الفاني طيبة كثير. فوالا نأكد انه تماسكت الجبنه مع الكريم.
هيدي وصفه كثير طيبه ستيفاني، يكون طلعنا شويه من التيراميسو المعودين عليه العادي. فوالا تري بيان. بدنا نحط كوش رفيعه صغيره أبس. جوينا فوالا ميرسي. أبس هلا بنرجع بننظف ونظبطه. كثير هينة، كثير سهلة وسريعة وطيبة، يعني من أكثر الوصفات اللي بتتاكل بالعزايم. نشيلها نرجع نذكر إنه من المستحسن إنه تكون شوي مسقعة، هيك كمان بتكون أطيب. فوالا أوكي. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف فواكه. اليوم عم نحكي على مانغ، بس هون بنقول يلي بحب البانغ في يستخدم الفواكه اللي بحبها، الفريز، الكيوي. فوالا. هي طيبة هلا بالصيف اكيد ستيفاني، بالصيف وبالشتاء. خلصت يعني قربت تخلص. خليك على الخمسة. فوالا حطينا المانج، عم نحط الكيوي، فينا نحط الفريز، فينا نحط الفرامبواز. هلا موسم الفويكة يعني. هلا هلا شو بدنا نحط؟ هلا بدنا نرجع نحط كوش، بدنا نرجع نختم بالكاكاو، شوية من الكاكاو والشوكولا. هذه وصفة طيبة. الريح الطيبة بين المانغ والفانيليا ما أنا كثير دسمة ستيفاني، لأنه فيها فواكه هيك زبطناها شوي. هلا فينا نستعمل حليب إكريمي أكيد، ما هيك؟ بس الكامل الدسم أطيب. أنا إذا عندي عزيمة ما بستخدم غير كامل الدسم أكيد، قالوا لنا تعمل شيء طيب. صح. خلصنا ناكل شوي بس ناكل شيء طيب. ما هي بيرفكت. هلا اذا عندنا نرش كاكاو ستيفاني قبل، بعدين نختم هيك تعمل الكاكاو والشوكولا على القد. خلصنا فوالا، نرشش الشوكولا هون. كمان فينا نقول للمشاهدين انه فينا نوضع الشوكولا فوق الفواكه كمان، نعطي هيك طعمة الشوكولا مع الفواكه ما تجوي حالك. نحط بعد شوية هيك على الطرف برملكي.
نحن خلصنا، رح ناخذ سوا وقفة بنرجع لكم بتيستي. تيستينج تيستينج بعد كل هالنطرة تيستينج دلال بدنا ندوق هلا. صح منظر كتير حلو وكتير هين. صح بس ولا مرة أنا ذاقة تيراميسو عفويكي، هاي أول مرة. هلا حدوقي بس نرجع نذكر إنه لو كان مسقع كان أطيب. ما كتير. أوكي. عنا غدا. عنا غدا. عنا غدا. سبيتشلس. كثير طيب. صحتي. عن جد. هالمزيج بين الكافيه والشوكولا والخويكه والكريم مش معقول طيبه. وستيفاني هذا لو كان مسقع كان اطيب بكثير كمان. اكيد. بس هو مثل ما قلتي مزيج الكريم مع الجوس دو فانيل عطيه نكهه. ايه والمانج والكيوي. يعني عم ناخذ طعم كل شيء اون ميم تان وكثير طيب. يعني بريمان صحتين. صحتين. ثانك يو. بنصحكم مشاهدينا تجربوا هالوصفه بالبيت. انا بتمنى لك ويك اند ممتع دلال. نرجع بنشوفك الاربعاء. الاربعاء ان الله راد. حتكوني؟ الاربعاء رح نكون سوا. يس ان الله راد. مشاهدينا انا لكن برجع بشوفكم الاسبوع الجاي. بتمنى لكم ويك اند ممتع وما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي.